طمنه. يا غالي يا مرات الغالي، استر يا رب. خير يا جماعة، ملا حكمت خير إن شاء الله. حكمت جالها نزيف وكانت حتموت وتتصفى منينا. نزيف؟ جالها نزيف فين؟ ما خبراش الدكتور جو عنديها، حيخرج ويقول لنا. أهو الدكتور خرجوا. خير يا دكتور، ملا حكمت بنت أخوي. الحمد لله حفظنا على الجنين والجنين بخير. جنين؟ جالك كلامي؟ اسكتوا، مش عايز حد ينطق بكلمة، مفهوم؟ وحشتنا قوي يا حسين، معقول تغيب علينا الغيبة دي كلها؟ والله يا شاهين ده وانتوا كمان وحشتوني قوي. ازيك يا ماما؟ نحمده على كل حال. انا عارف ان انت زعلانه مني وعندك حق، بس انا جايلك النهارده عشان اطمنك. خير يا حسام؟ في ايه؟ الحمد لله اشتغلت في شركه استيراد وتصدير بمرتب كويس قوي، 5000 جنيه في الشهر. بجد الف مبروك يا حسام. هيدوا لك المرتب الكبير ده ليه؟ طمني يا ماما، هيدوني المرتب الكبير ده علشان اشتغل في التخليص الجمركي، يعني بحكم معارفي وعلاقاتي في المواني من ايام الداخليه. يعني خلاص فقت من اللي انت فيه وهتمشي صح يا حسام؟ يا امي ما حدش بيمشي في الغلط بمزاجه، الظروف هي اللي بتجبرنا على الغلط، بس مع اول فرصه للصح الواحد بيرجع زي ما انت شايفه. ايوه كده يا ابني، طمنت قلبي، ربنا يطمن قلبك. انا مش عايزه اقول لك يا حسام انا مبسوطه بكلامك ده قد ايه. مساء الخير. مساء النور، تعالى بارك لحسام. ابارك له على ايه؟ حسام يشتغل في شركه تصدير واستيراد. ايه مش طالع منك كلمه مبروك يا محمد؟ مبروك، بس على الله كلامك يطلع صح يا حسام. معلش يا حسام ما تزعلش منه، انت عارفه يعني لما بيتقمص بتبقى راسه ناشفه قد ايه. اللي اخوك فيه ده مش قمص، انا مربيه وعارفه كويس، مربيك انت وهو، انتوا الاتنين عيالي مش اخواتي. اخوك كان شايفني حاجه كبيره جدا، ومن وجهه نظره ان انا خذلته كسرته قدام الناس، بس اذا ربنا ادانا العمر الايام جايه كتير وكفيله تثبت له ان انا ما خذلتوش. يعني خلاص مش زعلان منه؟ حد يزعل من عياله؟ ما قلتلك انت وهو مش اخواتي، عيالي. ربنا يهديك يا ابني ويخليكوا لبعض. ربنا يهدينا جميعا يا ماما وترضي عننا كده. بقولك يا ايمان انت متجوزه؟ كنت، الله يرحمه بقى. خلاص عريسك عندي، اخويا شغال في الخليج وراجع مخصوص عشان الفرح ده. لا انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. ما تفكريش في ليه؟ ده انت صغيره وزي القمر، يعني ما نفسكيش تبقى عروسه زي العرايس اللي انت بتزوقين كل يوم والتاني؟ انا لبست فستان فرحي خلاص، كل الفرق معايا دلوقتي اطلع بنتي دكتوره زي ما ابوها الله يرحمه كان عايز. الله يرحمه. منيرة جالكم كلامي؟ هتلاقي ماشية في الحرام وحبلة كمان. أنا مش مصدق اللي بيحصل ده يا جماعة. يمكن حبلة من دياب، حرام عليكم. دياب؟ دياب ميت من شهور. يا دي الفضيحة، والعمل دلوق؟ العمل عمل ربنا، وربنا رايد يفضحها. ما بزيادك يا نجيبة عاد. بزياداني ليه؟ ما أنا قلتلكم إنها مش شريفة، وقفتوا كلكم ضدي. كناش نصدق ان حكمة تعمل كده. كنا فاكرينها اصيلة وعندها شرف. وهتجيبي منين الشرف من واحدة خاطية زي دي؟ يا خسارة يا حكمة، يا خسارة. حلها الوحيد انها تتقتل ونغسل عارنا قدام الناس. حرام عليكي يا شيخة، ليه القسوة دي؟ دي عاداتنا، ولو عمها ما قتلهاش أنا ليا تصرف تاني. اهدي يا حكمة، اهدي. أنا قلت لك هتصرف. أيوة هتصرف. إيه كان ناقصنا يا إيه؟ إيمان. إيه ده حسام؟ دي عربية جديدة؟ ايه رايك؟ مبروك. الله يبارك فيكي، جبتها بالقسط عشان اترحم بقى من زحمه المواصلات.
ايه رايك يا ملوك؟ يعني الله، وانت ركبتيها عشان تقولي يعني؟ امال لما تسوقي هتقولي ايه؟ انا لسه صغيره وانت عارف كده. انا عارف يا ستي، بس انت مش هتسوقيها لوحدي، انا هسوقها معاك، ايه رايك؟ اتفقنا. اتفقنا. بالمناسبه دي هعمل لكم بكره يوم رياضي. يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اقصد نحتفل بالعربيه الجديده، نخرج نتفسح نمشى شويه يعني، عشان خاطر ملوك. ولا ايه يا ملوك؟ هنيجي طبعا. اهو شفت بقى، ماشي هتيجي لو ملك وافقت. يعني انا موافقه. اي ملك موافقه. طب خلاص انا موافقه. يعني احتمال ماما تبقى موجوده، شهنده، حصان الصغير، يعني لو نتبسط شويه. يا ريت. طيب اشوفك الصبح ان شاء الله. باذن الله. صباح على خير. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامه. ارتجي! مين اللي حب عليك يا فاجري؟ يا عمي حرام عليك، ما تقولش كده. امال اقول ايه؟ تحبنا وجوزك ميت، جبت لنا العار ومش همحيه الا موتك يا فاجري. يا ما عايش، عايش وكلمته وحيادي. بتقولي ايه؟ صدقني يا عمي، دياب عايش ولا في بطني ده ولده، ولا حره وشريفه، وعمري ما كنت خاطيه. كيف عايش والحكومه ذات نفسيها بتقول انه ميت؟ فكراني اكل من كدبك وارحمك يا فاجري. صدقني يا عمي، دياب عايش والله العظيم عايش. انا انا صادق بيه. دياب، دياب بالعسل يا اخوي. دياب منصور البطاش، شحمه ولحمه، اللي عنده كلمه يلمي. طمني، طول ما انا عايش محدش هيمس شعره منيكي واصل. طمني يا منصور. دل على السلامة يا دياب. عاوزكم تعرفوا اللي في بطن حكمة ديه يبقى ولدي جابر، مرد دياب البطاش، أشرف من الشرف وبميت راجل، واللي حيدوس لها عطرف أقتل وأشرب من دمه. حقك علي يا دياب، أعذريني يا حكمة، فهمت الموضوع غلط. المهم انك فهمت صح ودلوك، وزي ما فهمتوه صح عاوزكم تكتموه، واللي ينطق كلمة واحدة اقسم برب العباد لنهاشه بسناني. حكمة حتتدلى معايا لمصر، وانتو اللي عاوزه منيكم اي حاجه حتوصلها ولحد هنيه، لانه بيت الكبير حيبقى مفتوح، لانه الكبير ما ماتش. الكبير اهو قدامك يا صادق بيه، فاهم ولا لا؟ لازم نمشي بسرعة قبل ما حد يعرف انك هنا. انا حاسب حساب كل حاجة. ها؟ اتبسطت يا ملوكة؟ اتبسطت قوي يا انكل حسين. اخيرا لقيت حد هي تقعد تلعب معايا. ان شاء الله باذن الله كل ما ابقى فاضي موريش حاجة هنخرج كلنا سوا. والله دي أول مرة اتبسط فيها من مدة طويلة أوي. الله يرحمه، الله يرحمه أحسن إليه. الله يرحمه. صدقني إن أنا كمان أول مرة اتبسط فيها من مدة طويلة أوي. أوي. ربنا يصبرك يا حسين. ربنا يصبرك.
ميرسي يا مامي على الفسحه الحلوه. ميرسي على ايه يا حبيبتي؟ انتي قولي ميرسي لانكل حسام. انكل حسام ده طلع طيب قوي يا مامي، انا حبيته. هو كمان حبك قوي مامي. ممكن اقول لانكل حسام يا بابي؟ بابي ليه يا حبيبتي؟ اصل لما لعب معايا حسيت ان هو بابي. هو فعلا عامل زي بابي قوي. انت هتقعدي ترغي؟ نامي نامي، انت عندك مدرسه يا رغايه. بحبك. هاتي بس. الله ينور عليك يا باشا، هو ده الشغل ولا بلاش؟ انت مش عارف فرحتي من ساعه ما عرفت ان الشحنه دي وصلت بالسلامه، انا ما جاليش نوم. ايه السلام؟ واشمعنى يعني الشحنه دي؟ ما انا ياما خلصت لكم شحنات، ايه المشكله في دي؟ يعني فيها ايه دي غريبه يعني؟ لا يا باشا، اصل الشحنه دي زبده الزبد. زبده الزبد؟ مش فاهم. افهمك؟ ما هو انت لازم تفهم، لان انت خلاص يعني بقيت واحد مننا، ما بقتش غريب. الشحنه اللي انت دخلتها بشطارتك دي فياجرا صيني متهربه في لعب اطفال. يا نهار ابوك اسود، بقى هي دي البضاعه اللي بتستوردوها من الصين؟ الله ينور عليك، هو ده اصل الشغلانه، والباقي كله تمويه. ده انا هوديكوا في 60 داهيه. انتوا ازاي تخلوني اشترك في جريمه زي دي؟ جريمته جريمته لا سمح الله. هو احنا قتلنا قتيل؟ دي تجاره. ده تهريب. تهريب؟ انت ناس يا طاهر، انا كنت ايه؟ كنت يا باشا كنت، انما انت دلوقتي حاجه تانية. رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك. وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير، فيه ناس غلابه يا حسام بيه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم، ورقبتهم قد السمسمه. اسالني احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابه دول يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم وبيوتهم ما تتخربش. انت اكيد اتجننت في دماغك. ما تكبرش الموضوع يا حسام بيه، ما تكبرش الموضوع واحسبها بالعقل. عقل؟ انت خليت فيها عقل؟ انتوا عايزين نخالف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسام بيه؟ المبادئ دي خلاص ما عادتش بتاكل عيش. بيعه بيعه واستفيد بفلوسه بدل ما تصدي جواك وتضطر تبيعها ببلاش بعد كده. انت الظاهر نسيت نفسك يا طاهر مصطفى. انا عمري ما نسيت نفسي، بس الظاهر ان انت اللي نسيت. نسيت انك رد سكون وما بقتش الباشا بتاع زمان. طاهر مصطفى، اني بوعيك يا باشا، اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها. تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومه غير المرمطه وقله القيمه واخره المتمه؟ استغنوا عنك ورموك في السجن. عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض، ما بيخافوش على بعض، انما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض، لان المصلحه واحده. حق مش عليك، انا اللي استاهل ضرب الجزمه إني قابلت أشتغل مع واحد وقتي زيك. ماشي أني واطي، بس يكون في علمك أنت مفيش حد هيوظفك ولا هيديلك المرتب اللي أنا بديهولك، وخصوصا لما أعرفوا إن أنت سوابق. بره الباب ده مستنيك الفقر وقلة القيمة، ودول ما بيرحموش حد. اسمع كلامي، اسمع كلامي، وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب، واخلي الكبير والصغير يعمل لك الف حساب. احسبها يا باشا، بس يا ريت تحسبها صح. حسبتها يا طاهر مصطفى، واموت من الجوع اشرف لي ان ابيع كرامتي لواحد واطي ووسخ زيك.
باشا، تمسكي بريهام هو اللي خلاني اجي اطلب ايدها للمره الثانيه. وعموما لو سعادتك رفضت انا مش هزعل، انا مقدر موقف سعادتك. بالعكس يا محمد، احنا يشرفنا انك تبقى جوز بنتنا. وبعدين كل عيله فيها الكويس والوحش، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يعني بالنسبه لاخوك، انا ماليش اخ. بتقول ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، انا ماليش اخ. للدرجه دي؟ ده اقل حاجه ممكن اعملها مع واحد لطخ سمعه العيله. عموما يا محمد ده موضوع يخصك لوحدك، احنا مالناش دخل بيه. احنا ما يهمناش الا انت يا حبيبي، وانت بسم الله ما شاء الله عليك زي الفل. شوف يا محمد، ريهام بنتنا الوحيده، واهم حاجه احنا عايزينها سعاده بنتنا. وطالما ريهام متمسكه بيك قوي كده يعني احنا كمان مش هنقف في طريق سعادتكم ابدا. يعني موافقين؟ الف مبروك يا حبيبي. وعشان اثبت لك جديتنا انا ما عنديش مانع ان كتب الكتاب والفرح يبقى يوم الخميس الجاي هنا. معقول يا بابي؟ ومش معقول ليه؟ احنا كل حاجه جاهزه، مش ناقصنا غير اننا نفرح شويه. ايوه يا فندم، بس انا لسه مش جاهز، اصل الشقه اللي انا حجزتها في مشروع الشرطه الجديد لسه ما استلمتهاش. ولا يهمك يا حبيبي، تعال اقعدوا معانا هنا والشقه تبقى تجهز على راحتك. وزي ما انت شايف احنا قاعدين لوحدنا في فيلا طويله عريضه، وجودكم معانا هيونسنا. لا معلش يا فندم، انا احب اعيش مع مراتي في شقتي. اخس عليك يا محمد، احنا خلاص يا حبيبي احنا بقى اهل. واحنا بنقول لك تعالى عيشوا معانا على طول، ده يا دوبك لغايه انت ما تستلم شقتك وتجهزها. هيبقى صعب سعادتك. مفيش حاجه اسمها صعب، انت تبلغ اهلك ان يوم الخميس الجاي الفرح وكتب الكتاب، ولغايه اخر الاسبوع نكون جهزنا كل حاجه. وافق بقى يا محمد، خلينا نفرح. على خيرة الله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. ازيك يا حسن؟ ازيك يا مان؟ جبت لك شوية رز بلبن. أنا مش عارفة أودي جمالك فين. كفاية بقى كلام ده عندي المرحلة دي. فيك يا حسن؟ عندي شوية مشاكل في الشغل مش عارفة أحلها إزاي. ينفع أسألك إيه المشكلة ولا؟ طبعا ينفع، بس في شوية مخالفات بتحصل في الشغل، ولو وافقت عليها هبقى بشارك فيها. طب توافق ليه؟ ما تريح ضميرك وتقول لمديرك. طب لو قلت لك ان مديري شخصيا هو اللي مصر عليها وانا مش قادر اطوع، لاني هبقى بخالف ضميري. اوعى تخالف ضميرك يا حسام، مفيش اي حد يستاهل انك تعمل كده عشانه. هتستفيد ايه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك؟ كلامك سليم، بس حتى لو قلت لك ان اللي انت بتقوليه ده هيخسرني شغلي وهرجع تاني عاطل لشغل انا مش عارف. حتى لو خسرك العالم كله ربنا هيعوضك بشغل انا احسن. في ايه يا حسام؟ احنا ناقصين؟ انت شايفه كده؟ كل واحد لازم يحط خطوط الحمراء لنفسه، ما يستناش حد تاني يحطها له. ده لو انت عايز تعمل حاجه صح في حياتك. بقول لك ايه يا ماما؟ ايوه حبيبي. انا اتفقت مع سياده اللواء على يوم الخميس الجاي عشان كتب الكتاب. والله العظيم الف الف مبروك. اهو كده اخبار حلوه بدل الاخبار الهم اللي بنسمعها كل شويه. هم ليه كفالة الشر؟ يعني عاجبك حال اخوك؟ ده تقريبا شبه مقطعنا، ولا حال اختك؟ ما تقلقيش عليهم، انا بس عايزك تشتري بقى فستان حلو كده عشان كتب الكتاب. طبعا، ما احنا كلنا هنيك ان شاء الله. كلكم؟ ها؟ شاهين ده فين؟ شاهين ده في شغلها يا حبيبتي، مطحونه في الشغل عشان تجيب فلوس للولد. والله انا البت دي صعبانه عليا جدا. وحسام فين؟ حسام مش هنا. حسام ابن شاهين ده. ابن شاهين ده نايم يا حبيبي، ما انت عارف ان عنده حضانه الصبح. يا بخته، نايم ولا في دماغه اي حاجه. انت هتقر على الواد. عايز الحق، والله انا بقر عليه. يا ريتنا فضلنا صغيرين ولا كبرنا. يا ريت يا حماده فضلت صغيرين، على الاقل كنت فضلت في حضنه. انما دلوقتي كل واحد فيكم في حته، مش عارفه اتلم عليكم. بصراحه كده وما تزعلش مني، يا ريتني كنت مكانك. مكاني؟ مش امله، دي مصيبه يا ابني. عندك حق فعلا، دي مصيبه. انت ساعدت في التهريب من غير ما تعرف. مصيبه؟ يمين يشيلني شيله شمال، تصحصحني وتعيشني بني ادم. بني ادم؟ امال الحيوان يبقى ايه؟ الحيوان يا حبيبي اللي فوت فرصه زي دي وما يستغلهاش. باردون يا فوكس. معقول يا رب اللي بيحصل لي ده؟ يعني بعد ما كانت شغلتي ان انا اقاوم الغلط وامنعه، دلوقتي مجبر اصهين عنه واشارك فيه كمان؟ طب يا باشا، ما انت جربت المقاومه قبل كده واديك شفت النتيجه ايه؟ ما تجرب بقى المره دي السكوت، اكيد يعني النتيجه هتختلف. وبعدين انت موظف عندهم، ارزقي يعني ما تاخذنيش. والمثل بيقول لك اربط الحمار واطرح محب صاحبه. ايوه يعني كبر لها.
اكبر الله. اه عيش وكل قراقيش يا فوكس، ومطرح ما ترسي دقل. وبعدين دي مكويات، هي مخدرات يا بوب ولا ايه؟ ما تفهمه حسام، العيال دي مجانين وانت اكيد مش هتسمع كلامهم. ما تنقطت انت بسكياتك بقى، ما تخيبش الراجل. بص يا عمهم، فوتها واعمل نفسك مش واخد بالك، ولعله خير ان شاء الله. خير؟ عيني خير بس. مش ملاحظة ان اهتمامك زايد بيه حبتين تلاتة يا ايمان؟ يا ماما ده جارنا وقاعد لوحده ومحتاج حد يقف جنبه، والنبي وصى على سبع جار. يا حبيبتي ما تنسيش ان انت ارملة وكلام الناس كتير وماما بيرحمش، وخصوصا انت داخلة خارجة على شقته. ماما مالك في ايه؟ بتكلمي معايا كده ليه؟ انا عارفة حدودي كويس قوي، والعلاقة اللي بيني وبينه علاقة انسانية بس. يا ريت العلاقة الانسانية دي ما تتطورش لحاجة تانية، وما تنسيش انه رد سجون، وبعدين الفرق بينك وبينه كبير قوي. بس سيجاره يكون نتشارك ونتاجر انا وانت، بدل ما نفضل خدامين لاخويا طاهر وسيدياب بتاعك. شوفها كامل، انا لا يمكن اخون سيدياب. ومين جاب سيره الخيانه؟ انا كل غرض يعني ان انت تستفيد وهو يستفيد وانا استفيد، بدل الكتف اللي اخويا طاهر مديهوني ومش عايز يدخلني وسطيكم. اخوك طاهر؟ يا نهار اسود، اخوك طاهر ده راجل تعبان وما بيحبش اللي ناقصه. هو انت هتقول لي ده ياما جرسني؟ خد يا وحدان، خد يا حبيبي. اهدي، قوم كده نجت يعني ودلع نفسك يا كامل. ما انت لسه مديني يا كامل، وفي حاجه تغلى عليك؟ ده انت حبيبي وانت شريكي. مين العيال الدغفات دي؟ العيال دي بقى لهم كم مره بيجوا هنا، بشكلهم معاهم فلوس كتير قوي ودفيانين. دفيانين؟ ما تيجي نجسوهم. يا مساء السخونية. يا لهوي، انت جننت؟ اتجننت ليه يعني؟ انت راجل قليل الادب، عامل لي فيها مدير وعمال يهزقني في رايحه وجايه. تقوم تحطه في الباكابورت وتقفل عليه؟ ده انت بتتلكك له بقى علشان تسيب الشغل. وانت بتتلكك يا منيره عشان ما اشتغلش معاك في الكوافير. وانت هتشتغل ايه يا اخويا في كوافير حريمي؟ انت غطاس في المجاري. يا ستي غطاسيني في اي حاجه وانا سد بعون الله، ما انت عارفاها لي فهلاوي وعجبك. قلت لك 1000 مره لا، مش معنى انك سبت شغلك هخليك تيجي تشتغل معايا. اخس عليك يا منيره، ده انت مراتي وحبيبتي، مش معقوله تسيبيني كده وما تشيلنيش في ازمتي. اشيلك ده ايه يا اخويا؟ هي المشرحه ناقصه؟ مش كفايه بخلان علينا بمرتبك؟ اه تقطع يا اختي من كتر قرك وما عادش عندي اي دخل. يبقى تقعد بلومتك تربي عيالك عبال ما اجي من الشغل، بدل ما اجيب شغاله تاخد بالها منهم. يا نهارك اسود يا منيره، انت عايزاني اسيب الغطس في المجاري واخدي في البيوت؟ يا اخويا محسس انك هتسيب رئاسه الوزراء، ده بيتك ودول عيالك، تقعد تربيهم وتعمل حاجه مفيده احسن، بدل ما تعادلها كده زي الكبه. تقول يا سيدي دولار، مطرح ما يستر يمري يا اخويا. الاكل ده كله بقى اختي زوز وعاملاه مخصوص عشانك لما عرفت ان انت جاي. هي تعرفني من قبل كده؟ لا يا جدع، ولا يسير غيرك، ده انت حبيبي. ربنا دي المعروف هيديمه. كل يا سي دولار، انا اكلي مش عاجبك ولا ايه؟ بالعكس، ده انا عمري ما شفت اكل حلو كده من ايام امي الله يرحمها ماتت. ايه ده، انت عايش لوحدك يعني؟ امك عزبانج يعني؟ عايش متقدر مع ابويا ومراته. ليه؟ هما بيكهربوك؟ هما فعلا مكهربني. مرات ابويا يا سيدي حامل، شكلها هتجيب حته عيل يدخلني الجيش. ده غير ان هما منظرين على الاوضه بتاعتي وعايزين ينطروني قبل كاش بره البيت. لعله خير ان شاء الله. قومي يا بنت زوزو اعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر يا ابي. ابي اخوك كبير. بص بقى دولار، انت صعبت عليا وانا قررت قعدك معانا هنا في البيت. في البيت فين؟ هنا معاك انت اختك؟ عيب يا جدع، الناس تقول ايه؟ الا ده انت هتكتب عليها. اكتب على مين؟ على زوزو اختي وعلى راي المثل، اخته بلاختك واحد زي اخوه. انا عمري ما سمعت المثل ده قبل كده. اديك سمعته. ايه رايك في المثل؟ في اختي زوزو. اكلها حلو. اكلها بس ما خدتش بالك من عينيها، شعرها، جسمها. يا عيب وسطك يا جدع. وانا بكلمك في حاجه حرام، ده جواز. انا كنت حاسس ان الاكله دي وراها مصيبه سودة. الشاي. تعالي يا زوزو سلمي على عريسك. حيلك حيلك عريسك ايه؟ ليه يا اخي وانا مشبهش ولا مشبهش؟ وهو الطول ده قاعد متمناني، ده انا حلوه ومنظر زي القمر. بعدين يا دولار، احنا بنشتري الراجل، اهم حاجه يبقى مكتوب في البطاقه دكر. لا من ناحيه دكر ما تقلقش، فهو دكر،
لكن انا معيش بطاقه اساسا. وماله يا اخويا، نطلع لك بدل فائد اه برضك، نضمن ان هي تبقى سريه ساعه كتب الكتاب. انتوا طلعتوا لي بطاقه وكتبتوا كتابي وجوزتوني، واضح كده انكم داخلين على طمع، بس ما تقلقوش ده ابوك هيطلع على شغلك. طمع مين يا مأمل انت؟ تعرف اللي قدامك دي؟ تحتكم على ثروه واملاك. ثروه واملاك بالمنطقه المعفنه اللي انتوا ساكنين فيها دي؟ طب انا هقول لك على حاجه، وانا طالع من تحت شمرت البنطلون. طب ايه رايك بقى انها بتحتكم على مرجحه مولد وعربيه بومب في احسن ناصيه فيكي يا مصر؟ فين بقى؟ في منشيه مصر عند محطه الكاوتش اول الناصيه. بقول لك يا لعلو، دي بنت ناس وصاحبه املاك وثروات، وانا هتصيع ومستهتر يا جدع. بقول لك معيش بطاقه، انت لازم تدور لها على واحد في مستوى. انت صح، بس احنا برضو ناس متواضعه، عايزين نشتري الراجل، وعلى راي المثل خدوهم فقرة يغنيكوا ربنا. فكر ورد عليا ولعله خير ان شاء الله. تركب جنبي ولا تركب ورا؟ لا هركبك ورا، اقف هنا بس ثانيه واحده. يا يا طاهر، فتح دماغك زين، اوعى تكلم، لازم هو اللي يعجب خاطره. حرام، لا احسن ما يمد رجليه علينا. يا طاهر اسمع، يا طاهر ما تنساشي، احنا عاوزينه في الاكبر من كده، لو ما جاش يبقى ملناش فيه مصلح. نقول عليه يا رحمن يا رحيم. سلام. حسام به وصل؟ دي خامس مرة حضرتك تسأل عليه النهاردة، هو في حاجة؟ أنت هتعدي علي؟ أنت مالك أسأل عليه كم مرة؟ أني أسأل عليه زي ما أنا عايز وأنت جو وخلاص، وصل ولا ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش، بس أول ما يوصل هقول لحضرتك على طول. طب غوري من قدامي، غوري من قدامي، وأول ما يوصل تعالي لي اديني خبر. أنا آسفة يا طاهر بيه، عن إذن حضرتك. يا وقعة سودة، سيب ولا يتهف في دماغه ويروح يبلغ عننا. استرها يا رب، استرها يا رب معايا يا رب. وصل يا فندم، وصل. الف حمد وشكر لك يا رب. وصل من امتى؟ لسه واصل حالا في مكتب. طب كويس، روح انت شوفيه يشرب ايه عبال ما اعمل تليفون. روح. الو، يا طاهر. حسام بيه وصل بالسلامه. وصل، ربنا يطمنك، الف مبروك علينا. سلام. انا حطيت شنطتي في اوضه بس مش قادره افضيها دلوقتي. اقعدي اقعدي، من هنا ورايح ما عوزكيش تتحركي خالص لحد ما يجي جابر الصغير. ربنا يخليك لي وما احرمنيش منك خالص. وكلها كم يوم ونتنقلوا على المكان الجديد. نتنقلوا نروحوا فين؟ هو احنا لسه قعدنا؟ عفيلتك الجديدة تليق بيك انت وعيالي. من النهاردة مفيش بعدي خالص. أحب على يدك يا سيدي، بكفاياك بعد. ما في منصور؟ نيمت جوا. نيمتي؟ يعني هو نايم نايم؟ تعالي دي الحاجة سيدي. انا بستحي. تستحي؟ انت ازاي يا ماما تعملي كده؟ ازاي تكري ناس بلدياتك يخطف الولد من حضن امه؟ انا رجعت الولد لحضن ابوه. سمعتش حدة دلوقتي، عيني قلبها محروق، قلبها بيتقطع. ما يتحرق ولا يتقطع، ما هو ياما حرق قلوبنا قبل كده. مشكرة قوي يا مجاهد، انت ملواني حقيقي، ما يجيبها الا رجالها. امرينا عايز تاني. خدامينك يا ستي، ما عايزاش مننا حد تاني؟ رايحين على فين؟ هنعود على البلد طوالي. خدوني معاكم، هات الولد. انت رايحه فين يا ماما بس؟ هروح بيت اهلي هناك في العزله لحد الامور ما تهدى. انا عارفه ست شاهين ده مش هتهدى خالص، وهتتهبك بخاطر الولد وهتجيلك كمان لحد هنا. انت يعني بتدبسيني في المشكله وبتخلعي؟ لا يا استاذ، انا بحافظ لك على ابنك اللي انت ما قدرتش تحافظ عليه يا ست المحامي المحترم. طب بعد اذنك سيبيني اقعد معاه شويه، انا لسه ما شبعتش منه. انت عارف البيت كويس قوي هناك في العزبه،
تعال اقعد مع ابنك زي ما انت عايز واسألك وعزوتك. وانت ناوي تيجي معايا ولا؟ طبعا. امال هشيل حفيدي لمين؟ يلا يا اخويا جاي شنطتك وحصلني تحت انا في العربيه. حاضر. امك بقت خطر قوي، يا ترى هتعمل فينا ايه؟ يا مرحب يا مرحب يا حسام باشا، نورت مكتبك. أنا كنت عارف إنك هتحسبها صح. بص يا مصطفي، أنا زي الزيبة وماليش ملكة وصوتي من دماغي، واللي يفهم غير كده يبقى ما يعرفنيش. فمش معنى إن أنا جيت تاني إنك ماسكني من إيدي اللي بتوجعني. معاش ولا كان اللي يمسكك من إيديك اللي بتوجعك يا باشا. ده أنت الباشا بتاعنا، ده انت الكل في الكل، واني كل غرضي انك تبقى موجود في وسطيني والمصلحه تمشي. اشمعنى انا طاهر؟ صعبت عليا يا باشا، بصراحه صعبت عليا، فقلت نرزق سوي احسن ما نرزق لوحديني. بتهرب حاجه تانية غير الادويه؟ هي الادويه وبس، ادويه وبس، وكل غرضي اني اساعد الناس الغلابه وارفع راس الرجاله، وفي النهايه اكسب لي قرشين اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك. هصدقك يا طاهر، هصدقك، لاني ما عنديش حل تاني غير اني اصدقك. لو على الادويه ماشي. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اسهم الحق يا حسام، اقفل تليفوناتك لينا في مصيبه. فيه يا شاهين؟ ابني اتخطف يا حسام. بنتي اختي شاهين ده طاهر اتخطف ازاي؟ يعني مش فاهم. ايه دي بس عشان افهم. عربيه كان فيها ثلاثه خطفوه من حيطهوس. معلش. طب يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. على فين؟ اعمل محضر اثبات حاله طاهر. طب اني حاجه معاه. مش مهم، مش مستاهله طاهر، مش مستاهله، مش مستاهله. دي مستاهله ونص. مش قادرة يا حسام، هتجنن خلاص. يا شاهين ده مش رحنا الاسم وعملنا له محضر واتهمتيه بخطف الواد، خلصنا بقى. هو اللي خطف يا حسام، محدش ليه مصلحة غيره. قالي لو شفت ساهر طليقك دي هطلب اسناني. حسام تعالى نطلع عنده على البيت، أنا متأكدة إن هلاقي ابني، تلاقي أمه اللي مقوياه. معقربة، معقربة الله يسامحها. وقعت الصوت إيه؟ هو وأمه إن شاء الله. قولي لي السكة يا شاهين. اطلع على مصر الجديدة بسرعة. يا ست شاهين. مصر الجديدة مش كده؟ شو انت ساكت يا طارق؟ حاضر. وفوق لنفسك. حاضر حاضر. ابني خد يا نراحة فين؟ تعالى بس يا عنتر، تعالى اقف معايا هنا كده، احنا في بيتك. عيب. ابني فين يا ساهر؟ ابنك؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ ما تتلويش قوي كده، وحتى ابوك وكلمني. الواد فين؟ ما تنطق يا سيدي وتخلصنا، دي مهما كان امه وقلبها بيتقطع على ضناهي. انت مين انت اصلا؟ يا ساهر بقول لك ابني فين؟ ابنك؟ ابنك كان في حضرتكم وشكلك كده اهملتيه وسبتيه لحد ما اتخطف منكم. والله شكلك انت اللي بتضحك علينا يا ساهر. بس ورحمة سلمى مراتي اللي هي اختك، لو عرفت ان انت اللي خاطف الواد لا هيبقى لي معاك كلام تاني ورزل قوي. انت بتهددني ولا احسن؟ يا عم انا لا بهددك ولا يحزنون، كل الحكايه ان الواد اتخطف، وانا عايز اعرف انت اللي خاطفه ولا حد تاني. وهتفرق في ايه يعني؟ الله يطمن قلبك، كده ريحتنا وعرفت ان الواد عندك، قصدي ان انت اللي خاطف الواد. ايوه حسام انا اللي خطفته. اه يا حرام يا ندل، هوديك في 60,000 داهيه. اوعي تغلطي باي كلمه. وانت اوعى تمد ايدك لحسن اقطعها لك. ماشي يا حسام، الواد ده ابني زي ما ابناه بالظبط، ومفيش اي قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. سليم، مفيش قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. نتكلم بقى لما تهدى كده وتركز وعقلك يرجع في راسك. سلام. انت هتسيبه هو بيقول لك انه خاطف ابني؟ ما هو ابنه، ابنه من حقه يتمتع بيه زي ما انت كمان من حقك تدلعيه وتتمتع بيه، بس بعدين مش دلوقتي. عشان هو ايه اللي مش دلوقتي؟ انت مش شايف قلبها بيتقطع ازاي؟ الواد ده لازم يسهر النهارده. خلاص يا طارق، خلاص نتكلم بعدين. يلا شاهين، يلا يلا. المهم ان احنا اطمننا على الواد. روح يا شيخ، الهي ربنا يبتليك بمصيبه. يلا يا طارق. يلا يا طارق. يلا. يا حسين
ماما. اهدي يا شاهين، اهدي يا حبيبتي. ده ازاي بس يا ماما؟ خير يا شاهين؟ ده ايه اللي حصل؟ ازيك يا محمد باشا؟ طاهر انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ مش وقت اسئله دلوقتي، ابني اتخطف. ساهر خطفه يا محمد. انا مش مصدقه ان ساهر يعمل حاجه زي دي. انت بتقولوا ايه؟ هو اتجنن ولا ايه؟ ده انا هروح اجيبه دلوقتي واكسر دماغه. ابنك هيبات في حضنك يا شاهين. استهدى بالله بس يا حضره الظابط، هتكسر دماغه ليه؟ بأماره ايه؟ الراجل خطف ابني، يعني مفيش جريمه. انت هتحاميله ولا ايه؟ انا مش بحاميله يا حضره الظابط، انا بتكلم بالعقل. في الاول وفي الاخر مش عايزين الواد يشوف امه وابوه هما بيقطعوا في بعض. ساهر ما بيجيش غير بالعافيه يا حسام، انا عارفه. معاكي حق يا ست شاهندي، في ناس ما بتجيش الا بضرب البلغي. ما تخرس انت، انت ايه اللي دخلك ما بيننا؟ بس يا طاهر، اظن مش من الذوق يا محمد بيه، وعيب انك تعمل ضيوفك كده. انت هتعلمني العيب؟ وليه لا يا باشا؟ ده كان زمان قبل ما تبان على حياتك. ما صحش كده يا محمد، عيب. طاهر اتغير يا محمد بيه، اتغير زي ما كل حاجه اتغيرت. بقى بيه يا بيه. بيه ده منظر بيه؟ بقى بيه منين؟ من كرم ربنا، عشان نيتي الصافيه وقلبي اللي زي الحليب. طاهر بقى مديري في الشغل يا محمد. مديرك؟ وانت ما لقيتش غير طاهر المستيه عشان تشتغل عنده؟ وماله طاهر المستيه يا محمد باشي؟ ده احنا كلنا ولاد تسعه، وبعدين انا ياما خدمتك. اطلع بره يا قلبي، اطلع بره. بدل ما تتخانقوا مع بعض شوفوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. اخوك حسام عنده حق، ندي فرصه لساهر انه يفكر شويه ويرجع العقل ويرجع الولد، بدل ما نخش في مشاكل معاه. انت كمان يا ماما هتقولي كده؟ ما احنا لازم نحايله. انتوا احرار، انا ممكن اجيب وبيته في التخشيبه لحد ما يجيب الواد. بتهمه يا باشا؟ من غير تهمه، بلطجه كده وخلاص. ولا انت نسيت انا بقيت ايه؟ بطل افتراء على خلق الله. مالكش دعوه. عيب يا محمد، انت بتكلم اخوك الكبير. الكبير كبير باخلاقه مش بالسن. وانا مش هرد عليك عشان انا الكبير باخلاقي يا محمد. سيبيه يا ماما، واضح ان محمد بيه نسي حاجات كتير. طبعا لازم انسى، لازم انسى الكذب والتمثيل اللي انت مثلته علينا. بطل بقى كفايه بقى. ايه ده، تفضلوا تتخانقوا كتير. حسام على فكره اخوك عاوز يكتب كتابه الاسبوع اللي جاي، وكان عاوزك يعني عشان تساعده في كل حاجه. لا انا شايف ان ناجل المره طبعا، دي وجهه نظري يعني. يعني ايه يكتب كتابه واخته عندها مشكله كده؟ انت مالك؟ انا ما عزمتكش. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ انت بتخرف؟ اخرس انت، مالكيش دعوه. انا عارف انا بقول ايه، انا حر اعزم اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش ما اعزموش. ولا انت ليك راي تاني؟ انا ماليش اي راي. انا لحد كده وحلو يا محمد باشا. انا اسف يا ماما، انا اسف يا شاهين. يلا طاهر، يلا يلا يا باشا، يلا. السلام عليكم.